أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في حينا إمام يصلي الفجر في الساعة 5:30 والإشراق في الرياض في الساعة 5:43، فهل صلاته الفجر في هذا الوقت صلاة صحيحة؟ صحيحة قبل طلوع الشمس صحيحة، لكن المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، وكونها أيضا يشذ عن الناس يصلي الحالة هذا لا ينبغي، أنه يشذ عن الناس ما ينبغي له هذا، لأنه أولا أن هذا شذوذ عن الناس، وثانيا أنه تفويت لأول الوقت. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.